جازع رور ترد على خلافها مع شاهد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. رح نبلش الفيديو بأحمد شومان اللي سرب إنه فيه حدا من مشاهير الأردن خطب وسرب صورة لإيدين العرسان وما أعطى أي تفاصيل عنهم، بس الجمهور يشك أن يكون العريس هو دعبول أو مهاوش. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر إلى عائلة عصام ونور، حيث قام المتابعين مؤخرا بطرح سؤال على نور: مع مين بتترك أولادها بالبيت لما تطلع؟ وهذا كان جواب نور. أنا بلاحظ بصراحة كثير بتسألوني هذا السؤال، إنه وين بتخلي أولادك الصغار لما بتطلعي؟ هلا شوفوا، لما نحن بنطلع اغلب الاوقات بيكون الدنيا ليل، يعني متاخر الوقت، فانا بامن عليهم مثلا وبنيمهم. واوقات بيكون عندنا مثلا الام العصام او حدا من العيله، واذا ما في حدا بجيب جلسه اطفال مختصة بهذا الشيء بتضل عندهم، يعني هن النايمين، عرفتوا؟ نمر أيضا إلى عزة زعرور التي لم تكن متواجدة في عيد ميلاد آدم ابن شهد وسيمان، وهذا الشيء اللي خلى كتار من المتابعين يتوقعوا أنه في خلاف بينهم. وقامت عزة مؤخرا بوضع كومنت على بوست شهادة في بذلك أي خلاف بيجمعها مع شهد وسيمان، وبذلك أكدت عزة أنه سبب عدم حضورها هو انشغالها بالتزامات أخرى. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟